هاي. بيعتمد تصميم الكازينوات على إرباك الزوار عن قصد ليفقدوا الإحساس بالوقت والمكان المتواجدين فيه. في استراتيجية مماثلة خلف تصميم مراكز التسوق تعرف باسم جروين ترانسفير، سميت على اسم المهندس المعماري النمساوي فيكتور جروين، يلي حدد كيف ممكن يؤدي التصميم المربك لإنفاق المستهلكين المزيد من الوقت والمال بمكان تسوق. جروين ترانسفير هو ظاهرة نفسية بتشتت التفكير وبتوفر جو من الأمان والهدوء. وجد علماء النفس إنه حجم ومظهر مركز التسوق عندهم تأثير خاص على الزبونات، وباللحظة يلي بيدخل فيها العميل لمركز تجاري وبيشعر بالذهول بينسى أهدافه الأصلية من الزيارة وبيصير عرضة للتلاعب والشراء بشكل اندفاعي. مين قال إنه السوبر ماركت بتستخدم كمان هالتأثير لتوجيه الانتباه عند وضع المنتجات وتغيير مكان الأغراض بشكل متكرر؟ أنا قال بشوفكم بكره.